أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة، اخترنا لكم اليوم الأستاذ حسان صاحب ومؤسس ميريدو إيفنتس. أستاذ حسان، نورتنا ونورت شاشة برنامج رواد الأعمال. حبيبي نور نور، حابين نتعرف عنك ونعرف السادة المشاهدين عن شخصك الكريم. أنا حسان أديب، ملحن وموزع موسيقي، أعمل في المجال الفني من حدود 17 ل 18 سنة. ما شاء الله، خبرة طويلة. أسست شركة ميلودي إيفنتس، أو مؤسسة ميلودي إيفنتس، أسستها بسنة 2008 كشركة متخصصة بالفرق الفنية. اختصاصنا فرق فنية، نحن مش بس فرقة فنية بتقدم عروض، لا، نحن بنركز على الفنانين تبعونا، انه حتى الفنانين بيكونوا نعطيهم دعم، يعني الدعم بيكون فنيا، من سجلهم بنصور لهم. تخصصنا يعني بهالمجال، في شركات نادرة اللي بتعمل هذا الشيء، هي شركات الإنتاج. فنحن منركز على هدول النقطتين، بحيث إنه نحن نقدم الفنانين تبعونا بشكل محترف وشكل بروفيشنال، نقدمه للكلاينت تبعنا، وبنقدم العروض كمان بشكل كبير، بشكل مستوى عالي يعني. تمام، خبرنا أكثر كمان عن الخدمات اللي بتقدموها، جميع خدماتكم اللي بتقدموها هون، سواء للعملاء او سواء حتى للمغنيين او الموسيقيين اللي بتقوم عند مولد. بخصوص المغنيين نبدا بالاول، تمام، بعدين العملاء. بخصوص الفنانين، احنا بنقدم للفنانين خدمه، انه نحن ممكن عندنا تلحين، توزيع كلمات اغاني، بنجهز، بنعطيه ممكن اغاني خاصه فيه بانتاج من الكلمات، انتهاء الى الميكس والماسترينج والعمل اللي بيستلمه الفنان عندنا بطريقه بروفيشنال، بحيث يقدم نفسه هو كمان بالسوق، يعني حتى اذا سواء اشتغل معنا او اشتغل مع شركات ثانيه، بيقدم نفسه بسوق العمل بطريقه تكون بروفيشنال وطريقه حلوه. هاي رقم واحد. رقم اثنين، بخصوص العملاء، احنا بنقدم للعملاء، عملائنا سواء من فنادق، من مطاعم، من أعراس، بنقدم لهم كل نوع من العملاء بياخذ الخدمات اللي بيحتاجها من عندنا بشكل ترضي، يعني التزام بالمواعيد، التزام بالعروض، التزام هدول الأشياء كلاتها يعني مفروغ منها، بنقدمها بطريقة كويسة. بخصوص الفنادق على سبيل المثال، بنقدم لهم نخبة الفنانين اللي بتليق بمستوى الفنادق اللي تكون 5 ستار. احنا بنختار من مجموعة من الفنانين اللي عندنا، يعني احنا عندنا اكثر من 400 فنان متعاون معنا ما شاء الله، فبنختار منهم النخبة وبنقدمها للفنادق اللي بتتعاون معنا. بخصوص مثلا الاعراس، بنختار من خبرتنا نحن، يعني مثلا اليوم عندنا عرس على سبيل المثال اماراتي، مش حنجيب فنان من جنسية أخرى، من جنسية أخرى يحيي له الحفل، طبيعي، ولا حنجيب فنان حتى لو من نفس الجنسية يحيي له الحفل بطريقة ستايل تاني، يعني ستايل كل تاني. أيوه. إيفنت وله ستايله بالضبط، وكل حفلة وإلها بالضبط. يعني نحن كل عرس نعرف شو التراديشنال، هو شو التقاليد تبعهم، صحيح، وبنشتغل عليها. بيكون مثلا عندنا عرس سوري، بنقدم له فرقه سوريه وعراضه شاميه والاشياء اللي بتليق فيه. عندنا عرس مثلا فلسطيني، بنقدم له فرقه زفه، بنقدم له فنانين اردنيين فلسطينيين، فرق دبكه طبعا بالضبط. ايوه، بنقدم له يعني بطريقه انه يكون الموضوع محافظ على عادات وتقاليد البلد، وبطريقه حلوه بروفيشنال تليق بالعرس، وترفع أكيد راس العريس قدام اصحابه قدام نفسه، انه يكون مبسوط. يعني هي أكيد اهم شيء يعني. اكيد طبعا. خبرنا اكثر عن اللي بيميزكم في ظل المنافسه الشديده في سوق الامارات في جميع مجالات العمل. طبعا في منافسه شديده من جميع المنافسين، لازم يكون عندك تاتش مميز عشان تختلف عن باقي المنافسين. خبرنا عن المميز عندك. طبعا هلا المميز عندنا انه نحن بنعطي خبرتنا للزبون، يعني العميل لما يجي لعنا بيستفيد من ناحية انه نحن في عندنا خبرة ونصح بنقدم له اياه. انت كعميل جاي لعندي تاخذ خدمة من عندي، اغلب العملاء ما عارفين شيء بالسوق،
يقول لك انا محتاج مثلا ساوند سيستم للحفل، محتاج لايت سيستم بس ما عارف شو التفاصيل تبعها. صحيح. فرقه محتاج فرقه بس ما عارف شو الديتيلز اللي المهمه بالفرقه. نحن هاي بنقدم له اياها لانه في عندنا خبره بهالمجال. أكيد. سواء بمجال الصوت والاضاءه والبرفورمانس اللي بتصير على وقت العروض يعني. فهي الاشياء كثير نحن بنتميز فيها انه نحن بندعمه بهالامور هاي، بنكون سبورت معه نقول له هذا المناسب لك، هذا الافضل لك. هاي الاشياء نحن بنفيد العميل فيها. طبعا يعني اختصارا للموضوع انك انت بتوجه العميل للشغله اللي هو محتار فيها. بالزبط. بحكم الخبره اللي موجوده عندكم في السوق. بحكم ايضا انه العريس بيكون ضايع بين كذا شغله. بالزبط. والعميل اغلب العملاء بيكونوا بنفس النظام. خبرنا ايضا عن احد اللي هو اهم الاعمال اللي قدمتوها او اكثر الاعمال تميزا في ميلودو ايفنتس. هلا احنا كشركه عملنا اعمال كثير ما بين توزيع وتلحين، لكن في واحد من اهم الاعمال اللي اشتغلت انا وكان في عليها ضجه، يعني ضجه اعلاميه والمواقع كتبت عليها، شارت مسلسل وموسيقى تصويريه لمسلسل انتيكا للمخرج يزن اديب غانم والكاتب الدكتور ايوب الحجلي. كلمات الدكتور ايوب الشاره كانت، والاستاذ محمد اديب القلفه اللي هو والدي بوجه له تحيه. ما شاء الله، بنوجه تحيه طبعا للسيد الوالد، يا رب الله يخلي لك اياه ويحفظه ان شاء الله. والدي شاعر فبيكتب قصائد كثير حلوه، فكانت القصيده الشاره بالتعاون بين الاستاذ محمد اديب القلفه والدكتور ايوب الحجلي. عملتها، اخذت مني وقت وشغل تقريبا حدود شهر ونص، تلحين توزيع تسجيل ماكس ماسترينج، غنتها الفنانة هالة القصير. لسه العمل قيد التحضير، إن شاء الله قريبا رح ينزع. عمل كتير ضخم وحلو يعني رح نسمع قريبا. خلاص إن شاء الله، يعني coming soon. وإن شاء الله هيك دائما نشوفكم في أعلى المراتب وفي أعلى إن شاء الله الأماكن أيضا. طبعا بدون هدف البني آدم مستحيل يعيش ويكمل حياته. أكيد. احنا حابين نعرف الهدف اللي حضرتك راسمه للسنوات القادمة ان شاء الله. ان شاء الله. احنا بدينا ب 2008، كنا منطلقين بوتيرة شوي متباطئة لانه كانت الدنيا عم تمشي بمتغيرات، يعني ب 2008 ما الأزمة كان والأزمة المالية كمان. بالضبط. الدنيا كانت دائما متغيرة هذيك الايام. السوشيال ميديا ما كان موجود مثل اليوم، يعني حتى فيسبوك وانستغرام وسناب شات وتيك توك ما كانوا موجودين، كان الايميل والواتساب اصلا طلع يمكن ب 2010 11. صحيح. يعني فما كانت وسائل التواصل كتير قليلة. اليوم نحن بعصر السرعة، الكلمة بتوصل دغري بسرعة، الحوار الصورة بتنتشر بسرعة حسب المضمون تبعها سواء إيجابي ولا سواء سلبي يعني. صحيح بالفعل. فأهم شيء نحن نركز على أو الهدفنا أنه نركز على جودة المضمون اللي بنقدمه. اليوم كل إنسان مع الخبرة اللي بيكسب خبرته مع الزمن بيستفيد من أخطائه في الماضي، بيستفيد من النقاط اللي ما ركز عليها بيركز عليها في الأعمال اللي بعدها. احنا اليوم هدفنا الجاي ان شاء الله انه نتوسع في عملنا في باقي إمارات الدولة، يعني حاليا شغلنا ما بين إمارة أبوظبي ومدينة العين ودبي. حاليا حابين يعني نتوسع أكثر بشكل أكبر بدبي وبشكل أكبر كمان بباقي الإمارات، لأنه لا لكل مثل ما تقول مجتهد نصيب. لكل مجتهد نصيب بالفعل، ودائما طبعا فعلا لكل مجتهد نصيب. وان شاء الله كمان نلاقيكم ايضا في عالميا وليس فقط محليا على نطاق دوله الامارات. ستيب باي ستيب، خطوه ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. طبعا بما انه احنا ذكرنا دوله الامارات، ذكرنا انه احنا ايضا سوق العمل في دوله الامارات، حابين ايضا نتكلم عن النعمه التي يحسد عليها جميع من يقطن على هذه الارض وهي الامن والامان في الدولة. حابين نعرف كيف ممكن الأمن والأمان يأثر على استقطاب المستثمر من داخل أو من خارج الدولة على حد سواء. الأمن عامل أهم من أهم العوامل في 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 الأعمال بشكل عام. أكيد. لأنه اليوم أنت عندك المستثمر مش عنده استعداد يحط مبالغ أو فلوس أو أشياء في السوق. في سوق العمل
إذا ما كان في أمان. صحيح. يعني الأمن الموجود بالإمارات أمن الحمد لله نحسد عليه كمقيمين وكمواطنين موجودين أبناء الدولة. طبعاً. طبعاً أكيد يعني بنوجه تحية ورسالة حب وشكر وتقدير لقيادة البلد وشيوخها وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد الله يطول عمره. آمين يا رب. إحنا عايشين بنعمة كبيرة. أغلب مشاهير العالم والناس اللي بتيجي من برا الدولة بتحسدنا عليها. أنت اليوم تقدر تطلع بالوقت اللي بدك إياه. يعني مرات أنا بكون ناسي سيارتي مفتوحة وفيها أغراض وفيها أشياء ما حدا بيقرب عليها. يعني في أمان مع أنه عندك أكثر من 150 جنسية حدود 200 جنسية مقيمة في الدولة. بس هاي النعمة كتير الحمد لله يعني بنحمد الله عليها. صحيح. فعليا هي دولة الإمارات من زرعت فينا حب واحترام القوانين وحب واحترام أيضا قادة دولة الإمارات العربية المتحدة. نوجههم أيضا رسالة شكر من برنامج رواد الأعمال ومن طاقم عمل القناة. أيضا بنهاية الحلقة بنحب نتشكرك على وجودك معنا اليوم. وقبل ما ننهي حابين أيضا نتعرف على كيفية التواصل لميلدوي إيفنتس. وسائل التواصل حتكون عن طريق الواتساب والإنستغرام والفيسبوك والويب تبع الشركة تحطوهم أنتوا بعدين. أكيد أكيد طبعا جميع أرقام التواصل والموقع الإلكتروني وسائل التواصل الاجتماعي أيضا سوف تظهر أسفل الشاشة. شكرك مرة أخرى أستاذ حسان. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.